عم يني راقد ويه الفير ومن الصبح محمد عثما والسبة شو ما سهى من الصبح يدقدق اللج مستر صلاح جود مورنينج منو هاي الحينة ليش تريقت انت تريق صلاح عليكم السلام تريقت يلا يو كان ستارت حمام؟ يلا ود ود الحمام. عارف سيول الدم ولا كيف؟ لا لا لا. المهم طالت عماركم انه الجماعة جايين ياخذون بلاد تست على صلاح مرة ثانية. والسبب طالت عماركم انه يبون يتأكدوا من أشياء ثانية، يعني يبون يسوون تحاليل دقيقة حق أشياء ثانية الباحة شافوها. والحمد لله أموره طيبة وصلاح خير. وهاي جايين من نفس المستشفى هاي الثلاثة كلهم زين فكل شيء زين والحمد لله ما عليه باص صلاح لكن يبون يتأكدون ما أدري شو فيه لكن يعني يبون يتأكدون منه يعني يتأكدون أن صلاح يعني توالمه الفيتامينات الفلانية يعني من هالقبيل يبون يتأكدون من شيء إذا توالمه الفيتامينات ولا لا يبون يتسوي البرنامج غذائي وبرنامج تكميلي غذاء فيتامينات فقالوا النوع هذا من البشر يحتاج فيتامينات معينة فلازم تشيك على الدم هل هذا يحتاجهم ولا لا قلنا هم تعالوا ولك أن لأن موعدنا ويا الدكاترة بكرة إن شاء الله فإحنا جايين وشبارهم كله يزيغون عقل اللي ما يزيغ عقله زين وانت حين ما بغيت تسيل الحمام اليوم يا ولد العرب حصلان يلا يلس تفضل ماشي سمعت ترى شو يقولون؟ يقولون دمك زين وصلاح دمه خفيف سكر مضبوط صلاح اليوم فطور مضبوط ودم ان شاء الله يجي زين ايه شكرا ما شي مشكله شو مشكله؟ هو ملغوث لانك ملغوث ولا لا 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 تهدر ايه ولا لا 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 يلا بليز سلو سلو فور مستر صلاح وين محمد عثمان؟ ايه عدل يدك كل ما رفعت يدك كنت انت جست نو دب دب دبلو هي سيد دبلو سوري اوكي ايوه على اخر ايوه مضبوط اكلي ريلاكس ها اي محمد عثمان بيود الريوق حليلك انت ادريب يبي يصير محمد عثمان يشل الوفد كامل طالعني انا صلاح طالعني انا ايه صدق جدا لا لا طالعني طالعني انا لجني ديك لجني ديك لجني ديك يا الخواف حد خوف عنك صلاح طالعني هنا شو بلاك حيت بوجر خوز انت عاد منك خوز صلاح يا صلاح ها نفس صلاح نفس اول صلاح يا واو الحمد لله قل
لا تطالع زين صح انت من الصبح صاد هنا. يعطونك فيتامينك خلوك تنقز على حصان. كأنك حصان بتنقز. تنقز على كراع. ها؟ ماشي. الحين بيسوك دواء. يعطونك فيتامين دكتور. يعطيك فيتامين زين حق تغدي قوي سترونج. ايه. ايه. بس لين يديك لين يديك لين يديك. متشنج بكبرك خير ان شاء الله. بياخذون قماش الماس عب ما الا ذهب دم. ها بخير انت؟ يا تنفس. ايه ايوه ما شاء الله دمك فنان يا صلاح رقم واحد. مبروك 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 هابي بيرثدي هابي بيرثدي صلاح ميري كريسمس هابي نيو يير. يلا الله كريم الله كريم يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا رقم واحد الحمد لله رب العالمين الحمد لله. يلا باجي الحرمه حينه. ما تبى حرمه بني ابوزك ليش هنسوي هاي كلنا احنا حق العرس. مبروك مبروك مبروك. انا ما بمشكله انت والله المشكله. مبروك مبروك سي سي مبروك 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 مبروك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من كل مال ومن هالعيال يا المعيريس عين الله تراك القمر والنجوم. مبروك 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 مبروك. خذ انا خذ خذ آه، ما يحب هذا صلاح يقوس ها خلاص ما ب... لا 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 يوم الخميس. مبروك 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 كونجراتوليشن قالك ولد كل ده عشان ياخذ دم. هي ولد يا حبايبي جبت منين الدم ده؟ جمل تعال هات جمل حلاوه المولود. ليه صلاح ما زين خالد ليه يقولك مبروك بزين ليش عرفت دكتور ما يقول مبروك لا ليش عيب عيب الدكاتره يقولوا مبروك لا بسم الله عليك بسم الله عليك شو بلادي 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 اوعى طيب اوعى شوف شو بلاك انت روح غرفه تبدل دوميديا انت ما بدك كنا لبس البارحي هذا يا باحي والباح لا حبيبي لا 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 سبدل لبس شورت ها شورت لان الحر خاري هخلي حق المطار لبس الطويله بكره لا ما كندوره بكره كندوره ما ان شاء الله يلا يلا توكل على الله ربي يسلمك تعال ايش اللي ما زعل حبيبي ايه ده بدها يلا القهوة زاهبة لا 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 سبح سبحت انت ولا لا بس عين سبحت لبست نفس اللبس البارحي هذا جديد هي. بس انت بقول مستشفى ريد طويل انا البس هذا لا خلاص بدله بدله كامل يعني. مرة ثانية رشب قطرة ماء من تحت شوي بس ماي ماي حبيبي ما بسبوح كامل نص سبحة كوتنا الطابخ طالت عمرك من هذه الساعة وحين مرة غاية المتمني أيوة بس ما بزوق الطبخ طبخات لين قالت بس كملت اليوم 5 دقائق في الطبخ حتى زاهب ريحة القهوة ما شاء الله تلاقيك من عند الأسانسير كوك يا أبو محمد ماشي شراته أين يريك باردة هي وهذا القناد أنا القناد ما فور قهوري وهذا الزعفران وهذا الزعفران زعفران أصلي مسحون ومحطوط في قرش زين وهذا المسمار وهذا يقول عنب الصبغ تحط لها ما حد يحط صبغ أبوي أنا أبو فقر. يلا تو هذا محمد عثمان
هذا ذبح من الساعة 11 يلا وناش من الفيا واول ما يدقدق علي وغثني فرقادي ما خلاني ارقد والله من الساعة 8 وعدني الا راقد عقب ما صليت الفيا وينه؟ جاي ورخ دخل ثاني اخ يا رباخ شفتوا السياره يوم يربخون على التواير ايش قاعد تمشي بخ 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 هالنمونه مب على رمله على كتش صاحي ما في ادنات الدون ويصير وي رقم واحد لك حينه يوم شاف الويل تشيرز والاشياء هاي يبي فيزر ودزوني حتى لين يوصل عند المطعم يبي يدزوني لين الطاوله الكرسي ولو هو هواي يلس على الكرسي ياكل كيف اقنعه ان هذه شوف هاي نهايه البدايه هي الانسان يوم يبتدي ينتهي هذه بدايته فيبتدي يتعايز يبي بس ياكل يبي ييس والواد بحوله يعني ما يبي يتحرك يبي ينتهي الحين هذا اللي مستوي على محمد عثمان محمد عثمان نشيط ولا في اي شيء عمليته ناجحه وبخير وسهل الحين عازم ما يتحرك يبي يربض وياه من الصبح شوفوا الحين فردتين ورا بعض اقول له بين الفرد والفرد خذ لك فنيال فنيالين شوفوا ها شاي جايبه عشان حد شاي ويا زح الحين بطني ولا بطنك ما بعم بعد لا شيء اسمه اصول مالك شغل ببطني وبين السح هذا والسح هذا لازم تاخذ فنيال قهوة لجل تعرف الطعم هذا نبتة سيف وهذا سكري لازم لا تبي بين الفرد والفرد والبطة شو درابه ما بالبطة لكن ما دراب كتشره وتعق فيه انت كل شيء لا هذا ذوق وطعم عشان تعرف الفرد بين هذا وبين هذا لازم فيني قهوة خلني على راحتي هذا ناصحكم يا بدو فنان هذا ناصحكم يا بدو فنان ما حد ينصح حد ابوي ما يسمع النصيحة والله انت غير نمونة ما برايف بعمره بطني نبطك انت بطنك هذا وسوى لنا مصيبه والله يلبح ما خلانا نظهر ولا خلانا نتحرك يبي يبرك يبي يبرك 24 ساعة يبي يلسه ويبقى هنمونة اي حواطة وانت بكرسي من الاصر ليش على كرسي ليش على كرسي شو ياك تقرقمت هالنمونة الظهر صاحي الظهر صاحي لكن هذا عقلك الباطن يقول لك والله تود علي الباب هاي تركر هي ولابس زلاخ ابيض هي ترى الكاشمان يسلم زين زحله ربك الحمد لله سلام ابوك هي والله من لغاثه من لغاثه تحرى هذه هاي بكل ما يوجه دقدق الله عظامه وقته قبل ما فتح والله بعد فطرت سنت فطرت لا اكلت شربت شيء واكلت المعمول معمول كان ليش ما تخلي يصير ما بين سنة روحي تخلي انا قاعد حتى ما تبريوك تريق يصير فطر وبين ويرد وتخلي وين الليلس هي ما كل يوم يصير يتريق الصبح تلاقى علي الباب وش اسمه الفطر وتجلس تقول لي نس راسي دفت ادب الاليدات هذه والله ما كنا الاليدات لا تطري ثياب الحين هو ما يحب حد على شيء حد يحسون السكر كويس بعد صلاح انت ما تخرج كفترتي اسد حط لي 4-5 حقيقه يا لا ما انا محمد لا تغير اذا ما غير محمد لا كلام اسد ما كلم انت عندك سامانك عندك اذا ما كلم كلم اسد انا انت بروح اروح اشتري بعد انا ابيع صلاح شو عورك ايديك ماشي ها الحمد لله اشوف ماشي الحمد لله لا زي الفل السكر كيف والله كويس يعني لا زيد من 5 اليوم كم سكر اليوم 115 طيب انت وين وين شفت انت انا مش كنت على جنب قلتي لا شفته انا اكس عليك انا زعلان منك انا هات الباسبور باقل افترت ايه بقى ما يحب حد يسأله شو كان ما يحب خلي يشرب قهوه على ايش هذا يا مال بوطي على هذا شيء شاي مغربي كوسكوس كوفي تبع شو لا كركش ايه الحين بعد شوي بنسير بناخذ لك زين ما شرب من زمان ما شرب كركش وحشو شوق له
هذا الحبيب تركش كوفي عربي كوفي مانجو كوفي كل حياتكم طيب شفت النظره استحقار هنا لا تجنن هل بابوم هركب معاك مطر طول الليل مطر فلاح الفلاح غرجة محمد بدأ ياكل مطر ايه هذا اقول مطروس مطر محمد ياكل مطر انتو ايه ايه مطر في خليفة ايه نعم وايد زين ايه وايد زين هذا التعليق جاينا من مطر بالعصري الشامسي يقول نعم صدق ابو محمد كلامه مقنع ان البطن شدره ان هذا سكري ولا نبتة سيف؟ لا بعثمان اللي قايل نبع عثمان شو ها؟ ايه بعثمان هو يقول ايه صدقه محمد عثمان كلامه مقنع ان السح البطل شو درى ان هذا سكري ولا نبتة سيف؟ اول بعد ياكل السكري هي وشرب عقب هناك هوا هي وعقب نبتة السيف هي انت تطعم ما ببطنك هي انت اللي دبغ لسان الانسان البطن عقيت في ليت عقه كل واحد اهم شيء وين يطيح ما بعرف وين يطيح محمد الذوق الذوق تتذوق 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 الاكل يعني لذه الاكل شو اللي صدق كلامك هي لا كيف بتعرف الفرق بين هذا وهذا كيف تعرف الفرق بين القهوه هذه والقهوه هاي باسل حط جهاز دخل بطن خلي اعرف الفرق شو صاحي انت صاحي هاي وين كيس كذا خلاص كلامك صح 100% كلامي انا صح نعم شو كذا خلاص شو ايه اللي خلاص ايه ده شو لا خذ على خذ هاي كشا لا كشا ها انت كذا خلاص هي كريم كراميل عايزه لا لا مليون السكر عنده لا 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 قول خلاص انت لا لا بعد باجي واحد اثنين خلينا باجي بناكلها يا اخويا مركز قوي في الكريم كراميل ايه خلاص اول مره قدي يلا خلونا كله احلم فيها حسيت انت كلت منه محمد خلاص هي اوكي شو رايك مليون ممتاز اي والله بس عاد قليل وايد حطه داخل لا بصراحه له حلوه وايد انا ما دقتوش والله احسن ليه عشان اقول صدق عشان ما ترفع نفسك عشان ما تعودش عليه ايه محمد بتصير هناك عقبه بتحصل هالنوع اجيب بقى كريم كراميل منين لا تيار اي كريم كراميل كمان شو ياسين هذا مهم خورط على الثاني انا اشوف صورتي بعد والحلف يمين ما يصير معها بالتليفون معها محمد شو تسوي؟ السلام عليكم. عايز اتصور. كيف الحال؟ كيف المغرب معاكم؟ وعثمان الله يسلمكم من يوم العيد في تايلاند. تعرف اسمه بانكوك بانكوك. هاي ما شاء الله المناطق جميلة وهذا الطرف مراكز تشوفها. والله زين الجو حلو بس شوية رطوبة. شوف أنت. إي رطوبة مثل تقول عندكم مثل المغرب هناك. كيف اللهب؟ كيف الأولاد العصر طيبين؟ سلم عليهم كلهم سلم عليهم شوف غطاقة هذا رايح وهذا ثاني جاية حيا الله أبو عمار الله يحييك إن شاء الله سلم على الله سلم عليهم كلهم هذا الصلاحة هذا الصلاحة هذا الصلاحة وهذا الخالد صورني قاعدة صلاح هذا البطل صلاح هوب ها هلين عليكم السلام هلين هلين هاو ار يو الحمد لله هب 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 يا ربي هاو ار يو هلين الحمد لله هذا شغل ملابي صار وين بروكفاست وين اكل وين فول هلين شيبتي ملابي حق ساعه حق ماما ما خلاص ما نزيلا بعد فلوس تبين مرة ثانية؟ ايه تريدين فلوس؟ ايه قيلي والله والله فيديو مال رقص ما ادري ما شو مرة مع الحافظ
وعثمان تخيل ولا ما تخيل انت؟ ريال حاد بيت الله يقص عليك هذا انت هالعتوي يقص عليك يخرب اخلاقك يرويك اشياء الا رقص الا ما ادري شو الا ما ادري شو. والله حقت عادية يعني يا محمد. موسيقى عادية ما فيهاش رقص. لا هاي ما بيجلس يرول لو ما شاف الرقص. لا لا لا. ايه شو؟ بناخذنا على فين قهوة ونحن ظاهرين. على فين قهوة ونحن ظاهرين. يا مرحبا وسهلا. السلام عليكم مستر. السلام. كيف الحال؟ قاعدين من الساعة 8 للحين. زين. واحد ساعة شنسي وين تبان نظهر؟ ها؟ وين تبان نظهر؟ في مرة اسم حوت ويصم للنهار والشلالات ان شاء الله. بس تمشي على ريولك؟ تمشي على ريولك؟ بتصير على ريولك؟ في مراكب هناك في مراكب ادري لكن بتدخل بريولك ولا بسيكل؟ لا 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 بسيكل. لا سيكل لا سيكل ماشي. تبى تمشي توكل على الله. ايه يلا تعود من الشيطانات يلا خلنا نمشي. على ريولك؟ شو حبيبي شو؟ الله الله شوف شوف من هالطالع من هالطالع من هالطالع طالع من هالطريق. يعني أروح منك فين؟ أعمل لك هو هو اللي عمل كده ولا أنت؟ لا لا أنت. لا لا تاني تاب مين؟ خبيتي. شكرا. بيتك أنت بيت هو. شو صار؟ شو قلت له؟ دم دم. شو قلت له حينه؟ خبيتي. ليش حبيبي حنان؟ ودار جب بس دم. بيت مخروب خرج هو في حاجه ما بقاش في حاجه اول ايه بس بس قام شو قلت له اول شو قلت له خيبتي ليه انا عملت لك حاجه دم لا خلاص كل يوم دم ادري هذا الكلام خلي ولي لا لا ليش قال ان الباس بياخذون دم ثاني لا لا بكره ما عاد الدكتور دمه زي السكر فعجبه المهم حضرت حوار طالع نحن بنظهر بنصير مولي مشاهد لنا هذا ايوه أنا يسلنا في كوفي بنتمشى بنحضر كوفي بنسيب ودي صلاح كوفي هم على الفي بنصور اليوم عازمنا اليوم عازمنا قوم قوم نواف النزر اي نواف في مطعم عريق عريق قالوا هو قالوا نحن عازمينك قلت عازميني عزموني في المكان اللي انا اختاره قالوا تم سوينا اتصالاتنا اعطونا عنوان مطعم عريق فنان من جهات مختصة يعني إيه. فإن شاء الله أعطيناهم قال الفندق اللي حجز ولا لا هو أنت يا نواف هو مع ربعة قالوا نحن عازمينكم توكلوا على الله اتصلوا وحجزوا عاد نحن إن شاء الله اليوم بنتعشى وياهم الساعة 7:30 في المكان اللي نحن حددنا وبنتعشى بنعيمنا الله خير مطعم تايلندي ايوه هم الباح متعشين يعني مطعم. احنا ما كناش مطعم تايلاندي انت امس كل يوم مطعم تايلاندي عايشين في مطعم اسكت اسكت هم متعشين في مطعم ايطالي ايطالي ايوه خبيتك صلاح صلاح اضح تبان ما وين يا فديتك يا فديتك يا فديت تبك اسعيد بن خالد مسمينا انا الحب الكبير يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا هلال هاي كيفك منيح yeah. قاعد تصور هي hey. شو علومك طيبه جاي تبى ضروري قاعد اصور انا حين الله لا جعان بصراحة وجعان يعان ولا لا؟ ايه بابا ايه منو بتريج تريجت اليوم ولا لا؟ كلتي الصبح اصبح ليه مع اسد مع اسد ادري انت تريجت ولا لا؟ اسد 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 نعم بابا تعال يا بابا تعال سير وراه منا تعال ورا صلاح بالضبط تعال جدا بعد الحين خبرني صلاح اليوم شو تريد الصدق الصدق لا تكذب اربع بيضات اسكت انت ما خصك خس ارنب انت ارنب تاكل خس بالصبح انزين خس في
بيض. خس وبيض؟ بس. خبز؟ وكوفي بعد. وخبز؟ خبز في واحد. مفروض ما تعطي خبز. ها؟ لازم ما خبز بريد هذا. بريد والخيبتي. اسمر بريد سيبياتي وواحد حبه. بس. خبرك هو بدي اليمين. قال والله كثير تلعب باليسار. لا ابوي يبين بالصور انت. ايه يبين بالصور. يبين بالصور لك هاي دي باليمين ها. ما تروح تتجه. ما يشرب الكوى باليسار. انا استويت ما شربت باليسار. ترى يتحرك ما تعرف. اي والله تعلم اللي ما يتعلم. دراني. هذا انزين انت صلاح شو تريدك اليوم؟ الدحوة والكوفي. الكشري. تركي؟ أو تركي؟ لا ماشي الحين بودي حق التركي. أنا بشوف بطن الحليب. لا لا مسكي ماشي ماشي مسكي ما في قهوة ماشي عايز يبغي يوم لحم تبغى تحول السمك. لا ما أشوفه على هواك شو تبلت اليوم؟ لحم بابا أشوفه. سمك ولا لحم؟ سمك يا بابا. سمك ما يبغى لحم إن شاء الله. سنك بعد ما بسمك. باي باي شو دايم شو دايم. بعد صريخ هالنمونة وأودركم نحب أنسي أنا محمد وعلي وأودرك أنت ودري ولكم الحين جالسين سؤال تبى غدا ولا تبى الغدا سمعت ولا لحم شوف شوف النظرة سمعت ولا لحم بدري سمعت ولا لحم 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 ولا سمعت سداك وبشري كل واحد يقول ما سمك في لحم او لحم شوف شوف ما كلام ربي يعني سمك ولا لحم بس هاي حياتنا نحب يا محمد عثمان قم عادي قم قم اشوف لبسك صلاح وقف عاده بلاك مقتضن مع واي اليوم لا ما بكي خلي هناك الحلاق بضبي أشوف الله يلا محمد قم عادة شو هذا صار شو هذا محمد واي يتكلم واي يتكلم هاي ما كانش بيت هاي لبستي هنا اليوم أخ عليك أخ عليك قرمز أخ يلا لبستي بقرمزي هذا القرمزي هذا لبسه هاي لبسه القرمزي قرمزي ها قرمزي هاي لبسه محمد عثمان لا جيشي جيشي لا لا جيشي وانتو يلا صلاح يا صلاح انت وانتو اشكر فنك صاروخ يلا علي هاي لبسه لبسه تايلاند كله اوان جميله كده اشوف صلاح انت الله يا سلام بعد وهذاك يلا يلا تعال احنا بنسوي صوره صوره تعال ندخل على بعض على بعض انت تدور وراهم حسب انت طويل حيل انت طويل هاي لبس المجموعه كلها انت انا ما ابين اي تعال اطلع ودنا خيب ها 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 كسرتني يلا وين تو فين صلاح ماكو يلا اطلعوا يا ربي علي انت وايد ماخذ مساحة طويلة. اهو. 1 2 1 2 3 7 1 2 اخطف عاد ابو عثمان زين اكو نزل والله يا غير تمثال سد منك سد منك منك عدى الاسد سد سر منك سر منك يا ربي شو هالازعاج شو هالازعاج مزعج البيت بيبوظ الدنيا يلاكش يديه تلعب يلا رمز كانت بتارمس سخك هاي تبلغ عليك الشرطه الحرمه هاي هذا كلهم هذا ما يخصني تمت يبتون تمك سلامات يا بابا الادب يا اليوم الكراسي ما حد جالس عليهن لا كرسي صلاح ولا كرسي محمد عثمان كلنا ابوين نحن نمشي نمشي اليوم قررنا قرر محمد تعال عاده عظم التغرير بتمشي اليوم لا يمشي لين
ولدك تحس عمرك حيزان من يعيز بيركب صح صح ولا لا؟ اول شيء بنمشي ايه ربع ساعه نص ساعه حتى لو خمس دقائق ايه ولا ماشي ايه يا ريال يا علي ايه ولا من كرسي ايه يوم تونا نزلنا على تونا نازلين على الظهر نمشي على هذا سكاي ووك هاي اللي فوق يسمونه سكاي ووك هذا فندقنا ننزل من الفوق لين فوق خط على المولات كلهن اليوم لا اليوم بنسير الكوفي هذا مال الفي وبنسير البناي هاي يقولون فيها بمورس غيروني بنسير نطمش ماشي ما عندنا شغله يعني انا اي لسه نسولف نضحك نردش لا اكثر ولا صلاح بس بسير سيارك بس سيارك ايه اسف الاشاره الاشاره توها ساعه لا لا تو يوم نحن وقفت هي توها لا ابقى يا الشمس حار ضو جهنم هاي لا حول الله حر محمد؟ هي حر اليوم حر اي والله وقف الشمس روح ما البس من هاي المساء كل يوم نمشي فوق سكاي ووك لا يتينا حروره ولا يجينا اليوم عاد تنقينا ولا تنقينا يلا ايه مش مش روح روح ابو عثمان المعبد شو علي شو علي خلاص وصلنا اي هادو هاد الو هاي البرايد حنتين باها اي شو بعد علي علي يا علي هذا كرسي علي ماشي هات الكرسي يا علي هات العطر هات العطر يا علي ان وقفت زولتك زوال لا لا سر هاكو ها وصلنا ها صلاح حرة ايه بعد هالشارع ما زينة طع البنايات كيف ترتيبها طع النظافة نظافة الممرات ترتيب الشير احنا هاي المولي خبرتكم عنه مرة مشاهد فندقنا هذا وهذا نحن وين تدرون نحن وين ذاك الدور نحن مرة 35 مرة مشاهدين هاي الدنيا كلها محمد عثمان جيم ترى جيم جيم مرة واحدة هذا نحن جايين هالمرة مرة بين فندقنا وهذا بس السكة هذه شوف شوف اللاين شوف اللاين اي اي سر روحك اصبر عيال شوف العالم شوف اللاين كم اكثرهم على على الكوفي غادي تحرون مزار غادي مزار ولا هبلة تحرون مزار العالم نحن فوق وايد ولنهن لاينات الناس تي تصور عند البي البي هذا هو مطعم وهو كوفي وهو ما ادري شو كل هذا كافيه ما ادري من كم من دور والامه هاي شوف اللاينات ها ريون يدخلون ونحن هاكو جروبي ها هذا مال هاي مال الفي بالله عليكم تعالوا ايش قام يلسي حتى يبقى خيل اسير الفي انا وجروبي هالنمونه ما بكتم العدد هو وعندهم الاصابات شو ها كله فيه عالم وكلها تي تصور عندنا اغلى واجمل وارقى وانق واشيك كافيه على مستوى الكره الارضيه هذا اللي يقولون عنه ما بموجود الا هني عندهم في تايلاند في بانكوك الوحيد في العالم
شو هاللاين كل هالناس ترى يتزا. ها شو هناك كله تبعه حاطين الحراسة لأن حد خيس لي دار ويخيس الديكور والأشياءات ناستي وتصور هالكوفي. أكيد الشفا في الكوفي. ها؟ أه؟ أوقف الوقفة هذا؟ هي. لا في شفا ما وقف. شوف أنت مكبرة محمد. هي هي لا بندخل نحن داخل ما 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 شيء مكان. هذا داخل مول الحين طالت عمركم. هذا المدخل مال المول اللي خبر راكب عنه. هذا اول مره انا اجي ما كديته بكن بلاد بلاد. هذا مول جديد شيء من فاتح. شوف الكافيه لين وين فاتح. ها شوف لين وين. هذا كله تبعه بلاد من كبره. فلذلك اعتقد على هالاساس عطينه اجمل وارقى واكبر وما ادري كيف مليون مليون وصف. شوفوا يا ربي اسميها البلاد فنان. البلاد فنان ما شاء الله. لكن هذا ما بمال المشاري اكيد يعني بالغلا واليلا. نحن جايين تطمش. أنا لا أخذت لا بين الغالي ولا وين الرخيص. ما حركت ساكن. محمد محلاك يوم تمشى عرويلاتك. شوف ما زينك يوم تمشى. مشيك حتى كم تسوى. المشي روحه فيلم. علي ما تمشي هدوم الناس. دوكم الشجاعة مقدارها. فوق شو ساير تسوي؟ خلنا تحت قبل. ناخذ لنا لفة وعقب سايرين فوق. من دور ترى فوق اظني الدور هذا اللي فوق بعد شيء كافيه. هذاك ها كوفي بعد هذاك اللي هناك. المهم نتفرج نحن. الدنيا الا فريه فريه واناسه وطرب وسعاده. ايه يقول ما توصف لا تدخل السوق لعتم فلس يزيد الغبن يا جليل الدراهم. لكن نحن ابويا جايين نطمش نتفرج وما بسالفة مفلس ولا متنقنق. سالفة ان نحن الدنيا مريودة عندنا. شو اخر شيء امزر في الكبتات وعقل اخاف من الله. انا الله بيسخط بي. لقط شيء يوزني خدته وما خلقت شيء. امس الشباب كلهم خذوا محمد عثمان وعلي وصلاح. انا ما اخذت شيء لان بعد الدنيا كلها مريودة عندي. كبت انا هي وشو تبي انت تاخذ بس هذا ملابس موجود طعمه ايش موجود. الحمد لله هذا اللي اقول انا هذا اللي اقوله. ها رزقك ما طهر. هي انت عم بخبرك عاد اخوات خمسه هي النظام واللي بيولها واللي شو اقول لا اله الا الله. وكلم شو يبون الفقس او البراس ويبنى لهم بعد الظهر كل شيء كل دويات رزقه ما رزقه خلاص. سباريح ما تبي ثياب. لا 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 كوت عندك طبعانات من هالسباريح هاي. لا اله الا الله. وبعدين اقول لك وبعدين عندنا الحين هذه ما البس منها السوالف هاي وكانوا محتسبات الحمد لله وكرمات. اي هاي ما ادري ما شاء الله عليهم. شوف انت محمد ها ها ما شمون طبعا شمع هي هي ايه. شوف انت ها تحمل تسوي لك نفسك تحمل مش دلوقتي هي مركز في الخطه الاول. ابو عثمان وحليلك انت ما شيء الا هذا 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 صلاح. ها ما حب يشك فيه. شك فيه ابدا. يلا سلام بعدك بخطه على الواتس. عندهم في الماركات التايلنديه اشياء جميله اشياء جميله ما تتصورون لاي درجه. ذوقهم جميل ذوقهم جميل الى ابعد الحدود. بضايعهم وايد جميله. ما في الاماكن البياعي لا في اماكن اللي في
المولات الكبيرة عندهم الفينيشنج الجميل في المولات، عندهم الأشياء اللي تصاميمها حلوة، موديلاتها حلوة، الجنس روحه، الجنس الخلق أي فنان، في كل شيء ولسعر، وكل شيء له قيمة، وكل شيء موجود في مكان تلقط له قيمة معينة وسعر معين على حسب الصناعة والموديل والتركيب، وهاي كلها ماركات عندهم تايلندية، شيء طبيعي. ماركات تايلندية، ترى تايلند بلاد بزمها وعراها، بلاد عودة طويلة عريضة، هم بلد الملوك وبلد الناس الكلاس، ويعرفون الاتيكيت، ولهم اللبس ولهم الدنيا، طالع لما اللبس والدنيا طاعوانه، بس هالنمونة ما وحالك؟ لا عشان تصور. زين الله يواليك العافية أبو عثمان. المهم لا تيلس كثر ما محمد عشان تقوى العضلات. كوارع ها؟ أنت بتشتغل بالجهاز استثمار. هي. أنا بالمستشفى دكتور أعرف. أنت دكتور؟ ما شاء الله عليك. شو صلاح؟ شو قلت توك؟ هذا شيبه. لا بيحبك، لا حرام عليك صار محمد عشان ما تزعل. ما بك الذوق انت، ولا بك المدي، ولا بك هاي، بك الجسم، اجسامهم سلايت، حرام ينهم سلايت، كل واحد غالي تحراه قلم شكر، اجسامهم رفيعه. هب نحن كل واحد من والله لو ناخذ اللي ناخذه، قيس الا ما ناخذ مزل كبتات، الأجسام ما تتشاهد، كل واحد منا غادي يطح بلا من متنه، مر ولها حد يودر هذا هاند ميد، هذا كله هاند ميد، كتان فنان والله غاوي، لكن وين الجسم عاد؟ وين بارو ملبس أنا هالنمو خاطري عيبني، لكن شو أسوي؟ الجسم ما يتشاهد، الجسم أرضو وفي مطاميط وما أدري شو، جميل جميل إلى أبعد الحدود. إي والله. اسم مان أور وومن؟ ليدي أور مان؟ مان أور وومن؟ مان. أوكي. هاو ماتش ذيس وان؟ سوري نفسي. بس يلا كم؟ قيمته ب 5000 و 9000. ذيس وان إم أند ذيس وان إس؟ لارج. سوري. نو لارج. والله. أناذا؟ ها نو ذيس وان. نو لارج. Thank you. Thank you. كم قيمته؟ 6000 6000 يعني 600 درهم. هذا 600 يفدنا حلو فنان، لكن عاد مشكلته انه ما عندهم ابوي ما شيء لارج ولا اكس لارج، كله ميديوم وسمول. شو نسوي يا ماي؟ شو نسوي؟ Thank you. ما بعد وين اروح انا اخذ ابوي؟ ما يوالمني عيبني، لكن ابوي ضيج صغيروني. عليكم هذا ما زين. الله 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 الخصير بعد هذا فنان. فنان صيفي جميل، تحت بنطلون جينز اسود ولا جينز عادي اللون البطيخي وايد جميل، شيء من بعد اسود طعمه زين، لكن ماشي مقاساتهم بس سمول وميديم. هذا 2800 يعني 300 درهم هاي، لكن المقاس بك المقاس يا جماعة الخير، المقاس لازم رصص عليك ما تروح. الفينيشنج مالهم خياطهم والقماش من أروع ما يكون، لكن بك العادة القياس هذا قياسي، كان عم بعايبني وايد فيها ألوان والدنيا وما أدري شو، وحين أنا هذا غاوي، لكن بيظهر يظهر البطن وخيبة يا عثرتنا. أنا أبوه يدور السبب.
محمد امشوا عاد امشوا امشوا دخلنا خلنا لفه ها كلها ماركات تايلندي وكلها اشياء جميله لكن مشكلتها تبع اجسام الاجسام قال انفخ يا شريم قال ما احنا برطب بتشتري لكن الجسم 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 طرطر نعود ما يترقع تشوفوا واكثر المشاري في هذا وولد ستريت وولد وولد سنترال لعدال فندقنا اللي امس كنا فيه وين كنا الكريم كراميل في منتهى الروعه عليكم هالجم جم بلاد من كبره كان ابوي دور عاد اللي بي الحين احنا جايين يومين ثلاث ايام وين فيا كنت عمري في الجم لا في ابوي على الجمات ولا سيات يا ابوي ارتاح لي يومين لا جينا على الجم مكدف كابتن مهدي اسعارهم والله موافقه محمد لانك هي لانها ما بماركات عالميه محمد ماركات تايلنديه ولكن من ارقى الشركات يعني احسنهم فلذلك اسعارهم زينه معقوله معقوله نعم نعم معقول يا ابو عثمان اي نعم يوم فلان كنا سنطوانه هذه السنطوانه ها هذه السنطوانه العمود هذا يشوفونه هذا اسم الاصلي سنطوانه يقولون فلان مرتز تحرى سنطوانه هذه السنطوانه طوله غير سنطوانه هذه السنطوانه هذا مصطلح من المصطلحات القديمه اللي وادم حتى نسيته اي والله ولا فلان كان سنطوانه سنطوانه يعني مش مبين ملامح جسمه لا بين خصره من كتوفه ظهره نقبل وندبر هي سنطوانه تمشي يونيه سبوس ولا عدل 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 ممزور ها هذا ما تعرف له عجب ها هي والله شيء فنان محمد ها الله ايه الامر ده ميز فنان رجالي بعد كبره مخبق كبره مخبق ها ما في ولا شيء لازم تلبس شيء تحته هم يعيبهم هذا شيء قسم ريائي قسم رجالي قسم نسائي الله هذا الله فنان وين جسم عادي جسم وين يا ابو عثمان ترى ما بالله كوفي شوروم عندهم كان شناط ومكان ما ادري شو ومكان لبس كله تبع البي ترى يوم محمد خلكم تحت لتون دقيقه واحده بس بصور هذا كله تبع انا احنا في الدور الاول الحين وتحت الدور الارضي ها هذا كله تبع البي شو بقولكم عجبه تايلاند جميله تايلاند جميلة جميلة من أجمل البلدان اللي رأيتها عيني في أماكن الناس اللي يقولون والله كشرة الناس تعرف وين مكان كشرة يدلوا مكانهم لكن هذا أبوي من مولات راقي وفنان البلاد جميلة جميلة وزينة وكل شيء فيها فنان ودك تمشي فيها حاليتنا يوميون ودهم يون ودنك ودكم إياه ودنا إياهم يون هالأماكن الجميلة ما يصيرون الأماكن اللي فيها الزعيج والبغيم والفوضى وعوير وزوير والمكسر واللي ما فيه خير ما ودنا هاليتنا يصيرون هناك ولا جماعتنا ولا هالبلادنا ودنا جماعتنا يوم بيون يون هالأماكن الفنانة اللي تشرف إن شافك حد فيها وانت تواجدت وانت جيت وانت يلست وانت فيزرت وانكلت وانشربت ولانك في مكان فنان وأنيق وجميل هذا مرة مشاهد الانتر كنت الانتر شوفوا بالله عليكم كان جميل في طرب بعد عيبني المكان فوق ما تتخيلون فلذلك حجز طاولة هناك مشاهد فندقنا وبنطلب سلطة نحن عشان الساعة 7:30 بنطلب سلطة وبنجلس لمدة نص ساعة ساعة 45 دقيقة بنتوكل على الله عاد الحين الرب ألو يلا يلا تعالوا نزلهم على الكراسي يلا الفريق
يلا ثرت حجز لكم مكان يا ابو عثمان. ها تحمل يلا. خل كراسي خلهم. جايب لنا كافيه توه مفتوح جميل فن. اصطلب عاد اصطلب هي نطلب سلطه. شو رايك سلطه؟ وبعد بس سلطه لان ما مر ناكل ستارتر زين. شيء موسيقى بعد. بعد مره اكل فرحة حق السلطة. علي ود الكرسي هنا. ها صف زين صف. ايوه يلا. ها سر عثمان يلا قدام. حجزت لك هاي الطاوله مره مشاهد فندقنا. محمد فندقنا وين؟ هذا فندقنا الحين. شو ها هاي اللي تحت اللي لابس هاك مكاننا الحين. ما بهذه اللي تحت اللي فوق. لا هذا مره مشاهد هذا. ايه سبحان الله موقع جميل. مليانهم غريب عجيب. وانت جلس بعد يا ابو الكنديشن. ايه حق البراد. ثانك يو فيري ماتش. اي والله انه ما طلبنا. روحهم يا ابو حق الاوت دور. What salad? Greek salad. This one green salad. Green. And this one? This one sesame. And this one is apple. Pork? No, no need. This one? What's here? What's inside? This different? This one is this one. Yeah. Okay. We'll have one of this and one of this. Yes. And show me another things. Cheese platter? Yes, this one. This is cheese platter? Just fine. Ya Allah. This is what they have. Green salad in here. Mediterranean salad. And this one? And the Caesar salad. Caesar? Yes. No chicken? No chicken. What cheese you have? We have cheese, Parmesan cheese. Parmesan, okay. Okay, we'll have these three salad. Okay, one cheese platter without ham. Yes. Okay, good one. Very special one. Yes. Yeah. شو تبي انت صلاح؟ درينك شو تبي؟ شراب كوفي؟ يلا صلاح شو تبي؟ هذا كابتشينو. ها؟ كابتشينو ما تخبره. شو تبي؟ بير؟ ها؟ تبغى تقول بير؟ لا
حرام حرام كوفي كوفي هي من هي كابتشينو كابتشينو سباركلي ووتر سباركلي ووتر سباركلي ووتر تو كابتشينو علي انت لما سالتك طلبت ايه علي صوتك ميلك شيك ايوه متعود عليه بلدنا اوكي انا شو طلبت لك ميه مش احسن صحيه مش انت خايف على صحتك ايوه هناك يا اعلى كوفي في بانكوك تدينا العام ما ادري العام الاول قبل كورونا مره مشاهد في الدغلة هذا انا عيبني سنترال وورد هذا انا احب المول هذا فيه كل شيء كل شيء يخطر في بالك فيه كل الماركات الجميله العالميه ولا الصناعه التايلنديه الصناعه التايلنديه اكثر 90% كل صناعه تايلنديه من الفايف ستار يعني الجود كواليتي يعني ترى اسم الكوفي كوفي كومينج سون كومينج سون اسمه كومينج سون عجيب غريب والله هالكوفي وايد فنان طلبنا سلط وطلبنا كوفي حق ابو صلاح كابتشينو ونحمه ملكي شيء تراني حبيته يلا حبيه لطيفه سوي بوسه الله شفت لطيفه صلاح جاي تنك تسلم عليك الله حبيبي صلوحة باي الله بسم الله عليها الرحمن الرحيم حافظن الله زبلتر وصل قبل الشيء كله محمد عثمان يتهندق يقول مالك انت الليل كنت وصل هو والكابتشينو مال صلاح من هذا ما وصل شوف صلاح العين وين طايره الحين صار الساعه علي مش غريب افتح بوقك تعال انت باي مسقعه رايك الله ارميها حضر وي يا شوف هاي ايه شوف هو دور الاولاني ايش بدوري تك شو علي هاطه ربنا ما حاجه بشطه وخل وبتنجان كده ما تعرف يمكن مسقعه صلاح حبيبي جاي الاكل بنتغدى بعدين متريج انت تراك ها جيب همي يا جمل انت تاكل الجبن واحنا اللي ما نعرفش اسمه ابنك صار كابتشينو ما صلاح كابتشينو كابتشينو تحذمك عدل واحد اثنين الله القطر داخل فين المحطة ايه رايك يا علي؟ ها؟ ها؟ جبنه حمضانة هذا اللي هنا ده الجبنه المعفنه بتاعتنا ايه جبنه المعفنه اسمها الريك فورد اسمها ايه؟ هقول لك كله في الدور التاني السلطه الثانيه ما فيها شيء يعني ما فيها شيء ابداع يعني سلطة عادية يعني بس اللهم مقطعين هاي اللاف بصار اشتري منك لا اشتري منك يلا كان فنان نعمة ها علي ايه رايك في السلطة شكلها حلو ها شكلها حلو بس شكلها انا ما شفتها من بعد
من بعد زين احسن علي عشان صحتي ونفسيتي. هو الدور الاولاني بوظ لا ابو عثمان شو اقول هي احنا صوت هاي كفي منطق علي هذا بطل دراني هاي يلا طيب له يلا يا مزرعه كامل لكن لكن لا تعيرني ولا عايرك الهم تعيرني وتعيرك اقول له ما تسالت نسوان؟ ها؟ ايه صلاح شوف شو عطوني؟ الورد الورد ما يمس الا شو لك تسلم ها يا ابوي ها القلادة العيمانة شو اسمك انت ابوي؟ عمران يا مرحبا عمران تو صار يا ابويا سير مسوي يا ابو تيم ورمتنا قلنا بلاك ما تي قال عمران يقول الابو يقول ابوي العمام ما تودر الجو ياخذ العقب الله يحفظك ان شاء الله عمران الله يخليك صلاح هذا عمران من عيمان دار الخلان الله يحفظك الله يحفظك يا حبيبي سلم على اهلك يا عمران تمام ايه رايك يا علي؟ نزل عاده نار ما اكلتش هذا شو اسمه؟ خبز ميبس بطاطس يجنن يجنن الله وين ابيض شو هكل اللي طلبناه نحن 3120 يعني تقريبا 300 درهم جميلة في مكان معتبر وفخم وجميل وخدمة وكنديشنات ومراوح وسلطات وكافيهات سعر وايد زين والموقع ها شاهد الانتر مكان جميل وفنان وايد حلو حلو إلى بعد الحدود صارت عماركم سنترال وورلد هذا المول اللي عندنا بنتمشى وبنحون برد على الساعة 6:30 جي بنصلي والساعة 7:30 نحن معزومين على العشاء مثل ما تعرفون احنا نحب ننزل دور واحد بنستغل هالسكاي وورد سكاي هذا اللي يوديك لين سيان برغو لين ام بي كي لين الدنيا كلها لكن نحب نوصل بس لين السنترال وورد ما بنزيد من هناك ما لنا شغل هذا نحن ظهرنا طالعت عماركم وجهه جده هذا المول اللي عدالنا هذا وين كنا نحن مره تحت هالسنطوانه كان فنان اكلهم عادي يعني سلطاتهم اقل عن عادي بعد ما فيها شيء مميز يعني هذا ما لي ياكلون ورقتين خس ما يصلح لنا نحن لكن الموقع جنان في موسيقى وهاي الحشره كلها ترى عندهم كنت تشوف الترتيب انتم بحياتكم شفتوا ان مونوكو فيها شوف شوف ما زين جميل جميل يعني ظليمشين يعني ما تروم تظلمهم كان فوق عن الزين شو تقول؟ لا اقول شيء لا الحين والله تقول اللي تو قلت لا اقول لك خبر جماعه ايه انه بعثمان ان شاء الله بالعلاج ان شاء الله الخلاصات ايه استوى احسن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وخلي بالك شو ان شاء الله ان شاء الله وكل بفضل الله وفضل ابو محمد لا بفضل الله سبحانه وتعالى كل امشي امشي حاول تمشي المشي زين شو الحين انت من مشيت؟ حتى سويت تخف والله الحين خلي من الاربال حق علي ايه عبي انت دزه انا احب ادزه علي هالممشى الطويل العريض ما وعيت الا واحد يقبض يديه هالرجال صلاح من هالبحرين شرفنا فيك يا ولد العم هذا علي الجفري من ابو ظبي ابو ظبي ابو ظبي من ابو ظبي ما شاء الله عليك الله يحييك وانت صلاح من البحرين صلاح خزرجي وياك والله والنعم خزرجي؟ اي نعم خزرجي في البحرين؟ اي في والله حر الله عندنا لا لا في مصدوم كل عندنا ابو ظبي؟ عيال عام ما شاء الله عليك ان شاء الله كيف حالك الله؟ مصدوم في بيان الله ان شاء الله نشوف هذا مستر صلاح
غيرنا مو نتحرى، حد يبغى تحرى، حد يبغى ايه والله يا ربي. ابو محمد شو ما شاء الله، شوف 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 الواد اللي جنب بيتنا، شوف طوفان مسوي طوفان. الاجواء ما طرى لسه، انت في تايلند درجة الحرارة 83. شو هالرقاد؟ ها يلا يلا خطفوا، انا خمس دقائق ما اخذت، ظهرت لكم رقود حرام عليك. فريق العمل كله جاهز، سائرين طالة عماركم التعشى عزيمة نواف النزر. هو يا رب انت اكسرت يدي، غرب الله تتربي علي قوة العفاريت فيما عليكم. ومن والله يسمع كلام صح؟ وين يسمع الكلام هذا؟ وين يسمع الكلام؟ حبيبي والله انه تو تكون، اكلمهم يقعدوا منه دم الصبح تاني. كان في كورونا سكر المحلات تم جيه. نحن في ضيافة وينو؟ هذا الرجال ها هو مع ربعه. حي ابو محمد. هو ما بالله هو الشباب كلهم. شباب هذيله. حد منهم اندس ما يبي يظهر وجهه. لا ما حد ما حد ما حد قول والله روحوا وين روحوا يا ابوي اندسوا ابوي اندسوا هاي ابوي شاردين عن حريمهم قالين حق حريم سايرين العمره ونه. اي اي واحد يندس عرف انه النمور صلاح. اه اه قول لهم تعاملوا شارد صلاح. الله تجنني يا علي. انا الله تجنني تايلاندي علي التايلاندي. اسد التايلاندي اسد ومحمد عثمان تايلاندي. هلا هلا باكستاني 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 مراكش بكواكو. هذا طالت عماركم الموقع اللي نحن سايرين نتعشى فيه، هذا المطعم، هذا نحن جايتنا جايين النعت من ناس مهمين قالين ان هذا من اهم المطاعم وعرقها واقدمها. هذه عباره فله او شرات الكنيسه وعليها بنديرتها ودنياها، مبنى عريق اكيد له ما يندرى كم عمر هالمبنى، لكن نحن وصلنا عاده بنطالع الهس برا المسجد. مطعم تايلندي ما خبركم عن علومه. المكان عريق ممنوع تدوخ ممنوع ما ادري شو، لازم تلبس بنطلون ما تدخل بلاي بنطلون. وهذا المكان اللي بيدوخون يسون خاري، لازم الحين بناطلين يقول لك بنطلون تلبس روحك. الحين عطوك شيء شرات شرات الخروالتي. شفتوا شفتوا هي ثراويل، شفتوا مال قوار الطوشي مثل قوار الطوشي هاي يقول لك هي 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 يسدك انت وربعك هذوها. لا مبها شو ها؟ ها هو بلو إليفنت اسمه. شو هذا شو مكتوب؟ بلو إليفنت يعني الفيل الأزرق. وهذا الشعية؟ هذا لا هذا سنس يقول لك إن إحنا من 1915 هني. خيبة. هذا أربعة يدخل أبوي. أربعة يدخل. كلهم أبوي ها. اللي يدخل أطوب بنطلون ها. أشوف صلاح يلا أنت. ويقول لك ها. حبي عطونا. ندوكم. محمد عثمان متفر. ربي يطيح بطلو مالك. الله. شو صلاح؟ الله. يلا شوفوا حي الفاد. هذا حي الفاد. كيف انت عرفت؟ حسيت عارف ان في مطاعم ما يخلونها. يلا يلا هي هي تعال يلا بسم الله. رمون ولا لبن؟ لا 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 لا
البيت طوف انت اكيد ما يحتاج انا بهذا الشيء ما يحتاج والله ما يدخلك لا ري يلا سيروا سيروا وين ابو عثمان غرب الله محمد عثمان ايه انا زايد البيت لا هدوا المسلسل هدوا خير ليك بعد هذا بعلمته بعد اي دور نحن سايرين الاول هذا شوي ولا الاول خطوف خطوف بنصور هالرؤساء ما تدنون التيار والشيوخ اللي يوهم والله عظماء دوك هذا ها دوك المصارع ما ادري الملاكم هذا ريغان ما ادري منو اسقف مقاريس هذا بوتن بعد وينو هذا هو بوتن وين من هالبوتن هذا يا ربي اقول كلهم التيار والشيوخ مال البلدان العالم كلهم يوهني عندهم هذا حي لفات هذا الدور الاول مطعم ما مال عاديين مطعم عليه معتمد المكان روحه تحفة المكان ما أبالغ وأقول لكم إن المكان تحفة يعني تحفة وجنان فوق ما تتخيلون الحين اللي على يسار ما أبغى ما أصور إنه تروح حات عادي يفتح علي هاي الطاولة ماله هنا لكن أقول لك شفت نقمة محمد عثمان؟ ايه خطير نقمت نقمة غير نمونة يعني ما مزرعين اللي جايين قبل جاياتنا دبغة مثل ما تنقيت حق عمري تنقيت له لا ما تقصر شفها على منو الميوبات اللي انا خبرتك الو We are in the Blue Elephant restaurant and this building is 130 years already, the building. And for the restaurant, this year 25 years already of the Blue Elephant in Bangkok. Yeah. And what's the order? The order that you having the Tom Yam Goong, prawn cake, prawn canabe, papaya salad, scallop with eggplant salad. Also the grilled scallop, the curry, you having the crab curry, the green curry with prawns, and also the prawn with red curry, tamarind prawns, and also the spicy king mackerel fish. Uh-huh. Yeah. This will be wonderful, inshallah. Of course. What about the rice? Jasmine rice. The jasmine rice, because we have the name of the jasmine rice, because when after we cook the rice, the smell is like a jasmine and also the color. Okay. عندهم عيش يسمونه عيش الياسمين. يمتازون في هالمطعم واللي بي لازم يطلب هالعيش. ريحة منه فيه ياسمين. ولونه لون الياسمين. ما بأبيض ما بحلق لا. هي بيج لونه. لذلك ريحته في خنينة. Thank you. I know your name. Tom. T-O-N-G. My name is Khalid. And his name is Nawaf. Nice to meet you, sir. Nawaf. All right. Arabi, I'll take Tiger Brown. Brown cake with? Yeah, pink pomelo salad. هذا البوميلو سالاد. Yeah. هذا براون كيك. كلنا حن طلبنا كل واحد بياخذ الوحدة. ما طلبنا زيادة. Yeah, okay. So this one the prawns carabe. Okay. Underneath the white one, that one will be the grill of the prawns. And on top with crispy catfish salad. And the clean one, that one we call the bitter leaf. Zin, yeah. Thank you. Enjoy, sir.
The next one, now you having the eggplant, the grilled eggplant salad with the scallop and on top with prawns also. We take out the chicken for you. هذا السكالوب اللي من المحيطات البحار، وهذه فوقه بعد غير حمسة تربيان من الصفارة أتوقع. This is a grilled Thai scallops with a fresh lemongrass to get a freshy flavor. It's topped with a black diamond garlic sauce and also the avocado salsa spicy sauce. This one is like a two kinds of sauce served together with a song tam spicy papaya salad. Thank you. Welcome. Anyway, لأن إحنا متعودين عليه البابايا سالاد. عندهم في هالمكان وصلت فيهم المواصيل أنهم مسمين حتى دايموند. وصلوا إلى مرحلة يسمونه دايموند مكوناته. فلذلك دايموند طعموه بالشو عادة البابايا سالاد يحطون فيه ربيان ميبس. هذا من البزة والبطر اللي فيهم حاطين فيه أسكالوب. الاسكالوب اللي هو من محار البحر وحاطين فيه ربيان وحاطين فيه اثمن انواع الليمون جراس اللي عندهم ناهيك والبابايا هذه البابايا صار وهذا نوع من انواع الليمون جراس معيون ما ادري كيف على شارخينه المهم هاي الراس كلها فيها الصحن. Okay, now you having the papaya salad with prawns. And also we serve together with the fresh chili as well, and also the small tomato. But this one I made it like a less spicy. Thank Please you. Enjoy, sir. Thank you very much. شوف الأول يقولون فلان يوم يشوفونه ويب قالوا له شو بلاك شو مستوي عليك محملك طبعان محملك طبعان. المحل اللي محمله يعني خسران خساره كبيره يعني راس المال كله في هاك المحمل والطبع لازم يكون زعلان راعي الحين واحد من الجماعه اللي موجودين الحين موجودين عندنا مويم طرشين للفيديوهات عند معرض سيايين حلو وصاب بالمطر كله في هاك السرداب سياره بورش مكشوفه وداخلها مطر ها استوت حول جاكوزي والله زين فحين الرجال مويم عاد فينطبق عليه مقوله محمل الطبعان هاي الو شو تسوي انت الحين؟ نتكلم يا شوي بو مانع بو مانع كيف حالك؟ هلا هلا والله تتصور ولا ممنوع؟ لا لا صور عادي وانت عادي انا لا انا استحي وهذا الرجال عادي بس ابتعدنا يا ولد الحلال هذا الرجال خاطري هذا عادي لا خاطري عادي يا رجال يموت التصوير اوف يعشقه وهذا عادي ابو عثمان وهذا الجميل جميل ايه ابو طناف يا الله دوك حلجه يوصل لين الاثنين يوم حد يصوره لا 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 شي بلاد اسمها كامل والوافي كامل والوافي ابو طناف من بلاد الكامل والوافي خالد هذا خالد الهاشمي يا مرحبا نسيب منو لا لا ما What is that? Back rice, organic rice, and jasmine rice. Hey, هذا العيش مالهم شو يخدمون بهالجفير. هذا العيش البنفسجي. هذا من أخير أنواع العيش الأورجانيك. وهذا جاسمين رايس. هذا. لا لا. هذا الأورجانيك رايس. لون بنفسجي غامق. وهذا جاسمين رايس. الله. لا لا. Green curry. Green curry. Yeah, the green curry. This one I made with prawn. Yeah, green curry with prawn. Green curry with prawn. Yes, and we serve together with the eggplant. Here, the eggplant. Eggplant. What is it? Eggplant. Thai eggplant. This one. Yeah, what does it mean? It's like aubergine. Hey. Yeah. ما أعرف شو هذا. Well, this one. This one, the tamarind prawns. Hey. So the sauce on top here, hey. Made from the tamarind. Hey, هذا يعني تمر هندي على فكرة. تمرين التمر الهندي. This one will be the red curry with prawns, and the green one on top is not the chili. Huh? So this one, the okra. Okra. Yes, okra. And we serve together with the yellow sticky rice on the side. That's right. Yeah.
Please enjoy, sir. And in Thai, we call poo phat phong curry. So this one, the crab meat, we stir fry with organic egg and yellow curry, together with the bell pepper and also the onion as well. Thank you. And here, the bun. This one is like the bao, the charcoal bun. This one you cut in half and put the curry in the middle and eat like a burger. Voila. شوف انت. Okay, this one the stir fry king snowfish together with the Thai holy basil and also the fresh garlic, fresh chili. حبيبي يوم يرمش يقطع طبيعي. دخل المطعم ممزور للحين. يوم نحن ظاهرين ما في ولا نفاخ الضوء. هي فلين عيني يومني ثلاث ادوار. والحين يوم نظهر بوي ما في ولا نفاخ الضوء. طلعت اعماركم الحساب ب 37,000 بات. يعني ما يقارب 4,000 درهم. 4,000 درهم لك نحط في بالكم 12 شخص. في ارقى واجمل واحسن طبخ بحياتك ممكن تاكله تايلاندي. 12 حبه، 4 حبات، 6 حبات، من كل طلب شوفه هذا 12 طلب، 6 طلبات، 7 طلبات، 5 12 4 كل شيء دبلات 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 ليمزر طولنا. الاكل ما بمميز ولا بممتاز، اذا شيء اخير عن اللي ما فوقه فوق فهذا هو. المطعم هذا التاي فود لعشاق التاي فود، الاكل التايلندي هذا الاكل. المطعم كل المطاعم زينات اللي انا عديتها من قبل، لكن هذا يبيع ويشتري فيهن كلهن، حيث الجوده، الديكورات، الجوائز ماخذ ما ادري كم ميشلن، كم ميشلن عنده من كثر العراقه اللي فيه 120 سنه، ومستحيل تلقط فيه حجز، يعني ما بتعال وتخل، لا تحجز اللي يبقى حد. نحن مثلا بغينا اول ليل الساعه 6 ونص 7، قالوا مستحيل عن طريق اللنتر حاجزين وكل شيء، كان ابوي ما قالوا مستحيل. تبون الساعه 8 اخر شيء، يوم ظهرت العرب نحن دخلونا في منتهى الروعه، لكن ما بمال الناس العادي، مال الناس الفنانين، مال الناس اللي يبون يتمتعون في الاكل، ما بمال تعال مزر بطنك واظهر. هذا كان اكل مزر بطن ولا لا؟ فنان ولا عادي؟ خاطري يمشي منه لين الفجيره اسبها طن. خاطري شوف والله عليه رقم واحد. اشكر فنك. اي والله. تعرف شو رقم واحد؟ ايه انت. الله يخليك. كلها جوائزهم. جوائز ميشلن. جوائز ميشلن، ميشلن بكبره. الله يخليك. كفو ساعة ونص ماشي يا رجال، الله ما عليك منهم. لا لو براد ما عليه، حر حر غطا. اي لا لا ما تروح ما تروح تمشي، احنا نشتري راحتنا. هاو ماتش؟ 300 باهت. والله؟ اي يعني 30 ربية سهولة، 30 ربية ونشتري راحتنا يا اخي. اي والله كم مشلين المطعم؟ مشلين هذا من قبل، هاي مشلين. اي والله شو تبغي بعد؟ يا رجال اناس البلاد، حد بسيكل موتر سيكل، وحد على سيكل، وحد على حماره، وحد بس قاصر مطير ماشي. يا مرحبا ابو مانع. الله يرحبك على فضله. يا مرحبا، حي فضل الله، حي البركه. ابركه ساعه معرفك يا ابو مانع. تبارك الله يسلمك. يا مرحبا وسهلا ابو مانع. طالت عماركم شامل تنس عليه. ايه ومن حي ما يسال لا من ريحه دخان ولا من من يضحك قوح تحرى ضارب ابو حميه يرتيب كبره يسعل لين تنجلع جبده. قول شو الحين لو هذا طلع ما يقع الحين همازين لا تحملت قرقطه. لا 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 ما عليك، بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ديز قلاس قرزي خرا. شو تعرى ها شو يعني فرنسي؟
لا والله خلى ابويا.